احتفاء بالذكرى الثانية للانتفاضة الحجرية ضد ميليشيات الانقلاب، احتضنت قاعة المجمع الحكومي في التربة حفلا خطابيا وفنيا بهذه المناسبة. في هذا اليوم الذكرى الثانية لانطلاق الانتفاضة في مدينة التربة ودحر الميليشيات الانقلابية من مدينة التربة. كلمات المشاركين عبرت عن أهمية هذا اليوم بالنسبة لمنطقة مثل الحجرية التي رفضت الوجود الميليشياوي وقدمت في سبيل طرده عددا من أبنائها قتلى وجرحى. أسر الشهداء والجرحى لهذه الانتفاضة شاركوا في هذا الحفل وعبروا من خلال كلماتهم عن الفخر والاعتزاز بما قدموه من تضحيات في سبيل التحرر. صنعنا أول شرارة انتصار للشرعية، وكانت هي وهي من إعادة الأمل لأبناء اليمن بأن إن أبناء الوطن لن يتركوا الانقلابيين والخونة يحكموها. فقرات فنية وشعرية متنوعة لخصت في مجملها الرفض الكبير للمشروع الانقلابي الذي يحمل في طياته الكثير من الأفكار الدخيلة على المجتمع. في الوقت الذي تساقطت فيه المحافظات والمدن اليمنية واحدة تلو الأخرى بيد ميليشيات الانقلاب، كانت الحجرية الاستثناء، وتمكنت في 24 من مارس من طرد ميليشيات الانقلاب من مدينة التربة بعد ساعات فقط من وصولهم إليها. فوز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.